السلام عليكم، أهلا بكم أعزائي متابعي القناة التعليمية إيكول الشاذلي. وصلنا الآن الصفحة 16 من كتاب المفيد في الرياضيات المستوى الخامس ابتدائي. هنا في الحصة الرابعة نقوم تعلماتي، بحال نديرو امتحان لداكشي اللي تعلمنا، نشوفو واش استوعبناه ولا لا. قال لك التمرين 10 وتميم من البطاقات. عندنا هنا مجموعة من البطاقات اللي فارغة، انا نحاول نعمرهم. عندي هي بطاقة هذه عامرة، هي اللي تساعدني باش نعرف هاد مستقيم المدرج شحال عندنا كل تدريجة شحال ساوية. مادام هذه عندنا 500,000 وهذه 600,000، دان كل تدريجة نشوفو شحال كتساوي. كنبقى نفكر كنقول شحال مثلا نزيد نجربو نشوفو واش تجينا صحيحة. 510، 520، 530، 540، 550,000، 560,000، 570,000، 580,000، 590,000، 600,000. إذا صحيح، إذا كل تدريجة كتساوي 10,000. إذا ما بين التدريجة والتدريجة كاين 10,000. 500,000، 510، 520، 530، 540,000، وهنا 550,000. واضح؟ نتبعوا. 600,000، 610,000، 620,000، 630,000، 640,000، 650,000، 660,000، وهنا 670,000، 680,000، 690,000، 700,000، 710,000، 720,000، وهنا كاينه في البطاقة 730,000. 740، هنا بلا ما نمشيو هكا راه كاينه هنايا 800,000. وباش نتاكدوا هي 740، 750,000، 760,000، 770,000، 780,000، 790,000، هنا 804 باش تاكدوا بانكم راهم غادي نصحح. 800,000، 810,000، 820,000. هاد البطاقه هادي 820,000. واضح. نمروا الان التمرين رقم 11 نشوف شنو مطلوب منا. التمرين رقم 11 يقول أصل كل بطاقة بالعلبة المناسبة. هادو بطاقات وهادو علب، دير لك هاد النقط هادو باش تربط ما بين كل بطاقة مع العلبة اللي كتناسبها. هنا قال لك من 50,000 ل 100,000، يعني العدد اللي لقيتيه من 50,000 ل 100,000 جيبو هنا. العدد اللي لقيتيه ما بين 200,000 إلى 300,000 لصقو في هاد العلبة قشي. العدد اللي ما بين 400,000 و 500,000 تاني دخلو في هاد العلبة. نشوفوا كل عدد بوحدو. 403,850، 403,000. إذا جا ما بين 400,000 و 500,000. شوفوا العدد اللي موراه 93,876. إذا فين جا؟ ما يمكن ماشي جا هنايا لأنه ماشي أكبر من 200,000. إذا جا ما بين 50 و 100. ما بين 50,000 عفوا و 100,000. هنا العدد 270,943 جا ما بين 200,000 و 300,000 بطبيعة الحال. واضح؟ مفهوم؟ نمروا الآن للتمرين رقم 12 نشوف شنو مطلوب منا. التمرين رقم 12 يقول أحدد بعلامة في أغلى سيارة. إذا هنا راه كنديروا مقارنة، نقارنوا بين ونشوفوا الأكبر، العدد الأكبر من بين هذه الأعداد أو هذه الأثمنة ديال السيارات. نحسبوا الأرقام ديالهم، 1 2 3 4 5 6، 1 2 3 4 5 6، 1 2 3 4 5 6. إذا كلهم جميع هاد الأثمنة فيها 6 الأرقام. إذا دابا نشوفوا من اليسار إلى اليمين، نقارنوا بالأرقام ديالهم، نقارنوا 2 1 2. إذا اللي كبار بقى لنا الشك في هادي وفي هادي. الجوج شنو موراها؟ 1، وهادي شنو موراها؟ 0. إذا اللي كبيرة هي هادي اللي عندها 1، إذا غنعلمو عليها. فين نديرو العلامة؟ نديرو العلامة هنا بطبيعة الحال. أغلى سيارة هي اللي الثمن ديالها 210,000 درهم، 210,000 درهم هي أغلى سيارة، هي السيارة الحمراء هادي. واضح؟ وأرخص سيارة هي هذه الوسطانية. ما طلبوش منا أرخص سيارة، ما عندنا ما نديرو. إذا ندوزو للتمرين رقم 14. التمرين رقم 14 يقول وفر صاحب ضيعة
مبلغ 320 ألف درهم. 320 ألف درهم هي 32 مليون فرانك. قال لك واحد مول فيرما بقى يجمع هاد 320 ألف درهم ياك. ياك أحدد بعلامة في الجرارة الذي يستطيع شراءه. جمع لك فلوس مشى باش يشوف شي جرار اللي يعجبو اللي يكون مناسب للميزانية ديالو اللي عنده في جيبه. بقى كيشوف الأثمنة، لقى هذا معلقة فيه 319,975 ولقى هذا فيه 349,980. إذا واحد شكون فيهم اللي يقدر يشريه؟ هو عنده غير 320,000. إذا كنشوفو شكون اللي أصغر من 320,000. من نجيو نقارنو، كنقارنو الثلاثة مثلا مع الثلاثة، ونقارنو الجوج مع الواحد، الجوج كبار من الواحد، إذا هذا ممكن يشريه. إذا هذا اللي عنده بجيبه كبار من الثمن ديال هاد الجرار الأحمر. نقارنو مع هذا، ثلاثة مع ثلاثة، الجوج مع الربعة، بقى خاصة الفلوس. إذا هذا ما يقدرش يشري هاد الفلاح، مازال خصو يعاود، لا بغى يشري هذا خصو يزيد يوفر الفلوس، يعني يصبر شوية عاد يشري هذا. راه الفلوس المبلغ عنده كافي يشري هاد. وكنت كتشوفوا حتى الشكل ديالو هذا كيبان زوين على هذا. إذا داكشي علاش غالي عليه. واضح. ندوزو للتمرين رقم 15. قبل التمرين 15 عندنا التمرين 13 نسينا. J'entoure l'écriture en chiffres qui correspond à l'écriture en lettres du nombre proposé. هنا عندنا أعداد مكتوبة بالأرقام، وهنا عندنا عدد مكتوب بالحروف. هذا عدد c'est un nombre écrit en lettres، وهذا ce sont des nombres écrits en chiffres. عربط بين الكتابة وبين العدد اللي مكتوب بالأرقام المناسب طبيعة الحال. فهادو نمشيو بشوية علينا. 700 يعني 700، 707,000 7,000 77 و 77 707,000 و 77. فين هي 707,000 و 77؟ هادي 776,000 و 17، هادي 777,000 و 707، وهادي 707,000 و 77. إذا هادي هي اللي كتناسب 707,000. هذا فصل ديال الآلاف، كلاس دي ميل. هنا كلاس دي زينيتي فيها 77، فيها 77 هي 77. إذا هذا اللي مناسب. جونتو قال لك دور عليها، ها هي حنا دورنا عليها. هادي اللي كتناسب هادي اللي فوق منها. نمر الآن للتمرين رقم 15، هو التمرين الأخير في هاد الصفحة هادي. التمرين رقم 15 يقول جو كولوري، ألون لي نومبغ، الأعداد سويفون، التالية يعني هاد الأعداد هادو، سلون لو كود، على حساب هاد الكود اللي عطينا هنايا، يعني على حساب هاد المؤشرات اللي عطينا. قال لك نومبر بلو بوتي كو 200,000، الارقام اللي اصغر من 200,000 علونوها بالازرق. نومبر كومبري اونتر، كومبري اونتر هي محصوره بين 200,000 و 600,000، اللي كاين الارقام الاعداد اللي كاينه ما بين 200,000 و 600,000 علونوهم باش بالاخضر. وهنا الاعداد لي نومبر بلو غران كو 600,000، اللي كبار من 600,000 علونهم بالاحمر. واضح. نبداو بالزرق. شنو قالنا؟ نومبر لي نومبر لي بلو بوتي كو 200,000، اللي صغار من 200,000 كاين هذا كما كتلاحظوا، هذا صغار من 200,000 يعني 59,986. نزيدو نقلبو على شي واحد اخر ربما نلقاوه. راه كاينه واحد هو 130,000، يعني صغر من 200,000. فهمتو؟ هادو هما الاعداد اللي صغر من 200,000، حنا لوناهم بالزرق حيدناهم علينا. ندوزو دابا نشوفو الخضر. الخضر قالك الاعداد اللي ما بين 200,000 و 600,000، ما بين 200,000 و 600,000، هذا كبر من 200,000 و صغر من 600,000، تا هو لونه شتو؟ وزيد شنو آخر؟ 442,003، تا هو ما بين 200,000 و 600,000،
شنو موراها كاينه كاينه هاد 201000 حتى هو كبار من 200000 وصغار من 600000 هادو لوناهم بالاخضر هنا المؤشر هذا قال لك نومبر بلو غون كو 600000 اللي كبار من 600000 كاينه هذا هو كبار من 632000 هو كبار من 600000 وكاينه هذا 703289 وكاينه هذا 789271 واضح اذا حنا كملنا التمارين ديال الصفحه 16 الى اللقاء